shahwada qarsoon waa shahwada ugu daran si fiican u dhageysa xadiithun xassanahu wa saxaxahu shaykh al-albani raximahullah fi silsilati al-axaadiithi as-saxiixa al-juz al-awwal nabigeena sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi maalinta qiyaama marka la yimaado nin walbana uu qaawan yahay عملك نفسي نفسي لأوليه حتى أنبيادي نول بنا عدنا وحلا إغو أجر أورادنا يو أيا وحاك صوبها هلكا بور آد أوين أو عد أو قروح بضن أيا كصوبها دا مركاسا وحالا إذا دا وحاسيا إسكاله أجر ويبالي وحا وأجر وثواب طلوم أنبيادا إسكاله نبي قحوير مايا عليه الصلاة والسلام ما الشهداء إسكاله وامايا يا إسكاله قفتتك كميدة با إسكاله markaasuu farxaya hebel ba iska leba leeyahay markaasuu boodboodaya oo uu farxaya mar alla markay dadku u soo dhawaato ayay habaan mansura sidii geed caleen badna oo caleentiisu qallashay oo dabayl adag soo martay siday caleentu u daadato oo kale ayay dabaysha u raacday waqadinna ila ma amilu min amalin faj'alnahu habaan mansura markaas markiba nabiga sallallahu alayhi wasallam la waydiin doona rasuulki ilaahay muxuu ajirkii xagee buu aaday markaas wuxuu yiraahdaa qofkan aad arkaysa uu tukan jiray markuu idinkii dhex joogo uu soomi jiray markuu idinkii dhex joogo salaax iyo wanaag iyo quraan iyo taqwa ayaa uu dhexdiina uu ku sameyn jiray hebel waa taqi hebel waa taqwa badan yahay saasuu ahaa لكن مركو الباب ضحيله مركو الباب ضحيله أو جريج كلج يكون نقضه أو داه حيله أو الباب كخوف شو مركاسو حرام تداولا مركاسو حرام تكوكع مركا ما دام أدوية عمل كيس الأركي أي دقيقة عمل كيس ضبط كلا تصي لكن حقيقة ضبط هاي عمل بأمية لب عمل بأمية له نبي صلى الله عليه وسلم حوري وحوري لكواس وعوين إذا خلوا بمحارم الله مركي إلهي قولي لنغضان انتهكوها مركاسي حدود تشيري تشيرين مركاسي نشاعر وحويري إذا خلوت يوما إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب هذا كلها ما لنقطه هذه هو كلها لكن كاميرا بوحرا إلهي وحبك مقصور لا تخفى منه خافية يعلم خائنة الأعين يعلم السر وأخفى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم إلى آخر الآيات وعلمك أن الله علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون قدر كيك متاي وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح إلهي وحك قرصور ملك سبحانه وتعالى أقريا زين العابدين منذ مليس سفري بعيد وزادي لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني إلى أجلهذ ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني يا زلة يا كذا يا كذا كلمة قيمة بضن أيولي أنا الباب كأسكحري أني الباب هذا صاحبي سيدة درادين عفظوا شيء عجيبة أقرئ النبي الله يوسف قصدي سيا قرآنك سورة يوسف أقرئ مركز القمة في العفة هركز الأرجسان وغلقت الأبواب مش باب واحد الأبواب جمع باب وغلقت الأبواب وقبل زليخة إنك عزيزة وقبي سورة يسوع أذيقوا للي يرأى إنه قبل قروح بضان أولي من ينبق رقبة إنت يكون يرات إقراض قالت هيت لك تعال أبقى كدون إياه ما حسب الله يبضم لنسا حالة داس أبك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله أقري من يوسف سورة يوسف مرور بأقري عفظ أصبو كمتي إنه إلهي حذيي وإلالي جريج قصدي سأقري حسبين إسا ما قرصا كرتا قرصو ما قرصا ويلي عفظ النبي محمد بن شيغي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ظل يرو منك أوذوا له الباءة